يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سمعت أن معنى صوابا في الآية الكريمة أن معناها لا إله إلا الله، فهل نعم هذا نعم هذا من معنى نعم من معنى صوابا، من معنى القول الصواب قول لا إله إلا الله، بل هذا هو أعلى، بل هذا هو أعلى الصواب. نعم.